شو 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 على حاله شو على حاله شو شو على حاله شو على حاله شو على حشوه مع صاحب السجود لله سبحانه وتعالى. اش غيكون شكون دابا دابا شي مسؤول دابا كرغولي وجه هذا بس ليهم الراس ولي الدين ونزل الارض. واش كتقول الكرغلة فاش حنا الا كنبوسوا لي الدين هذيك راه ثقافه مغربيه احتراما ماشي يعني عبوديه ولا احتراما لاي واحد الولي الامر ديالك واحد كبير عليك في لاج وكذا احتراما عندنا هذيك في التقاليد ديالنا. شو هذا كيسجد شتو ولا عاودوا اللقطه عاودوا نعاودوا اللقطه ازير شوف لا حول ولا قوة لكم الكراغلة لكم الكراغلة على حالتكم. آه هي كراغلة دوزوا الفيديو آخر والله لا قالها ابن خلدون في المقدمة تاعه لو خيرت بين زوال الطغاة على زوال العبيد لاخترت دون شك زوال العبيد لأنهم من يصنعون الطغاة. كي قلنا لكم باللي هذا التعليم والصحة والسكن حقكم ما كاش اللي راه يعطيك من جيبك زعما هما يخيروا لي زوكازيون هادو تاع 5 جويي من المناسبات باش يوزعوا سكن عمومي باش الناس تعبدهم. هما الهدف تاعهم انهم يدوا لك حقك باش نهار اللي يعطيك حقك اللي هو تال انت تقول له الله يحفظك ومنه وتكبر به وتسلم له على كرعه كيما دار. اش عطاو لهذا التسجد هكاك اش عطاوه السكن السكن وتسجد زعما تسجد صاحبي غادي تسكن فيه دائما. السيد على توصلوا روحكم للدل كيما هكا على جيتو عابين كون ماشي نتوما كون هادو الناس ماهمش حاكمين فينا بس انتم عرفتوا علاش حاكم فيهم حاكمين فيهم العسكر وتبون كيدير فيهم ما بغاه انت شوف ساكن حقك من يعطيه لك هما مدير المفتاح في جيبك تسيني دوك لا بابراس ولا لاقيو منا تربح رابح لا بغيت تقول الله يعاونك قولها لهذاك السيد اللي عطاك الوراقي باش تسيني ابار سا ما تروحش تسلم على الكرعين وتسلم على لي الدين تعيبوا على المغاربه حتى وليتوا كيفهم. الله 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 احنا ما كنسجدوش اوجه البغل اوجه البنانه احنا ما كنسجدوش احنا ثقافه عاد هضرنا عليها البوسات لي الدين ثقافه عندنا سير اوجه البنانه حيد كان قلت واش كتهضر بالمعقول كيف المغاربه كيف قال المراركه ولا المغاربه تسمع ماشي اللي عطاك الوراقي باش تسني ابار سا ما تروحش تسلم على الكرعين وتسلم على لي الدين تعيبوا على المغاربه حتى وليتوا كيفهم. سير وجه البنانه سير دوزو الفيديو اخر كرغلة بحال الهنود خلط جنود انت وليتو كديماريو خلطو داكشي المعده وهي كطلب الشرع هاد اللقطه الاخوان شوف لا حاله زعما ماشي هادشي ما فيهش هاد اللقطه ديال هاد الجرياد هذا فكرتني كان واحد تصايق فينا دابا واحد لابيست غادي لواحد الدوار العروبيه والشيفور خلط شي تخليطه بحال هادي دابا كيسوق مزير وحشم ومرقد واحد اللحظه صافي ما بقى ما ضرب الفران ديك لابيست ما جاي حد اخر طريق خاويه ضرب الفران نزل هرب لواحد الشعب عرفتي الشعب واحد واحد الحفرات ما باش انه يدير الفيديو كيقولوا الاخرين وما الكفلان وما الكفلان ما كيهضرش ترجع رجع بالسكات صافي ما من اللي رجع حتى واحد ما بغى يسولو جلسوا الناس كيكركروا بيناتهم وانت هذا كدا لنا في شهر ابطي الطوموبيل ايوا ما تخلطوش ما تخلطوش الماكله الله يرضي عليكم ندوزو لفيديو اخر ها هو شدوا داك الشفار اللي سرق الرنجه الاخوان ردوا البال الاخوان الناس ديال المدينه ما حنا اللي في هذه المناطق الحمد لله ما عندناش كثرت هاد الخفه هادي واش انا الفيديو اللي شت ما عرفتش واش عطاها الميكانيكي صوبها ولا لافاش كتغسل وطاروا بها جوج الشباب ها هما شدوهم وحنا هذيك عسير ما غاديش شو شادين شفار المغاربة والله إلا حنا
والله ما يأديك حد، غير صبرير جلس الأرض، جلس الأرض، ما يأديك حد، ما يقيسك حد. كون واحد دولة أخرى كون طيبوه. كون كملوا به العيد، ندوزوا الفيديو آخر. تذكر دي سرق الرز، والدي سرق الرز، فين غادي؟ والتفير غادي يا. السحاب قهوي، الهواء قهوي، الاكسجين قهوي، العباد قهوي، السيارات قهوي، كلش قهوي، كلش كولا كولور خراوير ما كملهاش. كلشي قهوي عندكم الكراغله، شنو يضرب قهوه على الصباح وقار في دوله بحال الجزائر تصوتوا لي الفيزيبلات باش نشري صافي بعدا نشوفوا فاش كتخلي جدك بوحدو مع الضياف نشوفوا واش كيعاود لهم كرون باش نشري البصل ولا باش نشري الثوم ولا باش ندير البصل تاعي وندير الثوم تاعي وندير الحليب الغبره تاع الحليب جيب 300 طن ما تجيبش 310 باش نجيب لك الدلاع واش نجيب لك القمح اللي نشريه عليك انا ب 600000 يلا كيهضر على القمح والبصله والثومه سكين جبير الزعفران كامون هذا دابا رئيس دابا واش هذا ما قالوا ليش في الاول ودي راك غادي تكون رئيس دوله تهضر على النسب اللي حققتي ديال البطاله ديال فرص الشغل اما البطاله راه انت اللي رفعتي نسبه البطاله ملي جيتي النسب ديال فرص الشغل اللي خلقتي في البلاد الاقتصاد كيفاش زدتي به لقدام كيفاش زدتي بالبلاد لقدام جي كيهضرنا على القزبور والمعدنوس تعال بياكل الديب الديب ياكل النعجه النعجه تريق شي مصطلحات ديال والو كاين ناس لها سنه 70 قنطار في الكتار وكاين اللي مازال يدور في 20 25 لا حول ولا قوه رئيس دوله هذا والله الا رئيس دوله هذا بالله ندوزو الفيديو اخر دوي على احسن لاعب جزائري في الدوري المغربي انا ختم شحال فيكم ديال السم هو دابا يستفزون شوفوا الجواب ديالو اش قال لهم شحال فيكم ديال الحقد شحال فيكم ديال الحسابات ولكن والله تغندير لك خاطرك وغندوي لك عليه وانت غندوي عليه انا غندوي عليه ياك بوزوق هو هذا سمحوا لي راه ماشي لقى يمكن واش لقى ولا لك ماشي مشكل دوزوا هذه شوفوا كيفاش كندير فاش كنكون في الجزائر شوفوا كي داير قلت الفلوس ديال درهم واش اسم صور موراه الهوندا والله انا مصور مول الهوندا عنده سامسونج مصحوطة عمرو حلم البوطو ولا كاس العرش عمرو شاف كازا عمرو شاف الدنيا كيفاش دايره كما خصكم تنوضوا كامل يا الجزائر تشكروا المغرب وتشكروا فريق الرجاء البيضاوي حيت صنع لكم لاعب جزائري وتهلاو فيه وفتحوا ليه البيبان ديال ديورهم واكل شعر باباي اناناس اللي بغى باناشي الحليب التمر كلشي موجود تبارك الله ما خاصو خير ها وشوفوا كيفاش ولا دابا عاوتاني افرق كبير اشوفوا فاش جاتنا المغرب وقت في بلادنا وكلا ماكلتنا واش من الهواء ديال بلادنا تبارك الله ما فيه لا سم ما فيه لا حقد لا زيبام لا نورداز شو كيتنفخ تبارك الله صيفطوا لينا فلوس ديال درهم ها رضينا في الروج ديال 3600 ريال سقط على كل عابية واش بغا الكاليتي ديال التصويرة واش نتوما كتصوروا بالشمع طالع ودابا دابا في ديك القضيه ديال فاش لبس التوني ديال الرجاء فيه الخريطه ما عرفتش يخليو يدخل ولا لا هذه علامه استفهام بصح كنهضره ماشي زعما انا مطلعها ولا ما عرفتش واش يخليوه ولا لا وصحه عليكم الشعار ما يشفع لهذا اللاعب انه يلعب مزيان هذا العام عطى 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 كلا الغازو ما كل ما كلاش الغازو غادي نوكلو عليه حنا مزيان اللي كلا الغازو سير سير راك سلتي سير ولكن السمي ديالك راه بالكا ماشي بالقا هذه المملكه المغربيه الشريفه شكون اللي قالها واحد 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 الجزائري اللي قالها قال ليه المرار كيقولوا ليه بوزوق هو بوزوق ماشي بوزوق اودي حنا ما بغيناش بدا تقال ديك الكلمه في التلفازه وصحه عليكم الشعار ديال المملكه المغربيه الشريفه صحة ومنعوه قولي ما تدخلش راه هادشي اللي بغاه هو راه جبوه المغرب بغا يجلس فيه تحية إخوان وصلنا لآخر هذا الفيديو
تحياتي لكم ديما مغرب ولا عزاء للكراغيلة ديما مغرب من طنجة لكويرة السلام عليكم.